بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة قصة عايز أبتديها بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول المؤمن هين لين سهل. مين هو الإنسان المؤمن؟ مين الإنسان اللي ما تبص عليه تقول يا سلام أهو ده فعلا الإنسان المؤمن اللي هو يبقى إيه؟ هين لين سهل، شخصية سهلة، شخصية لينة، شخصية تتعامل معها بسهولة. ممكن يكون يدوب بيصلي الصلوات الخمسة، ممكن يكون ما بيعملش حاجات، لكن ما بيعملش حاجات دينية كتير، لكن هو ده المؤمن لأنه هين ولين وسهل التعامل معها بسهولة، مش معقد بقى وصعب وخناقات وشخصية صعبة التفاهم معها، سهل هين. إيه القصة بتاعت النهاردة؟ القصة واحد اسمه محمود. محمود بيحكي لي القصة، بيقول لي أنا كنت شغال في شركة اللي بيتحط فيها مكاتب مفتوحة، اللي هي مش أوض مغلقة، لا 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 لا، كل الناس قاعدة قدام بعضها وكل واحد قاعد على مكتبه، والشركة كبيرة جدا. بيقول لي لدرجة إن محدش عارف، رغم إن المكاتب مفتوحة محدش عارف التاني إلا اللي في القسم بتاعه، كل مدير إدارة معاه 6-7 موظفين عارفهم. وبيقول لي أنا كنت واحد من الموظفين. محمود بيحكي لي، بيقول لي قررت الشركة إنها تجيب مبرد مية كل دير كده يتحط بين الموظفين وبعضهم، علشان اللي عايز يشرب بدل ما كل شوية نضيع وقته ويطلع برة ومش عارف يجي، لا عندنا كل دير بالذات في الصيف بين الموظفين موجود في وسطهم. لكن كانت المشكلة يتحط جنب مين من المكاتب الكل دير ده، وكل موظف بيتخانق لا ما يتحطش جنبي، لا 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 لا، وصوت الموتور يبقى جنبي، وكل شويه كل شويه يجي واحد يقف جنبي وانا بشتغل ويحط ميه ويدلق الميه عندي، لا يا عم خناقه ولا واحد عايز الكولدير جنبه. محمود بيقول لي انا خدت الموضوع ببساطه. محمود يا جماعه ممكن يكون مش من الناس المتدينه قوي، مش من الناس اللي بتصلي كتير، بس محمود مؤمن. عارفين ليه محمود مؤمن؟ لانه شخصيه سهله، لانه شخصيه لينه هينه. محمود بص للموضوع ببساطة، قال لهم يا جماعة مفيش مشكلة لو محدش عايز الكولدير جنبه حطوه جنبي. الموظفين ضحكوا عليه، بيقول لي أنا كنت بشوفهم لما يجوا يشربوا مية لما تحط الكولدير جنبي يتغمزوا، شوف الضحك عليه عبيط. حطوا الكولدير جنبه وشوفوا الصوت وكل شوية واحد معدي من جنبه. محمود بيقول أنا كنت يعني أنا مش شايف الموضوع في حاجة، خلي الناس عايزة تشرب مية، الموضوع بسيط. بيقول فضلت كده اسبوع الناس كلها انا الضحكه بتاعه الموظفين، لكن بعد اسبوع خلاص بقى الموضوع بقى عادي. بعد اسبوع كل حد يعدي من جنبي يلاقيني بشتغل ويشرب ميه يتعرف عليا. بدات اتعرف على كل الشركه، بقيت واحد من الناس اللي معروفين في كل الادارات، المديرين كلهم عارفيني، بقيت شخصيه محبوبه ومشهوره في الشركه. انا ما كنتش اعرف ان الكولدير هيعمل لي كده، انا بس شخصيه سهله. بيحكي محمود بيقول لي وبعدين حصلت مشكله بيني وبين المدير بتاعي، وظلمني في حاجة، ووصل الموضوع ان انا مش قادر اكمل شغل، انا لازم امشي، وحسيت ان انا اتقطع رزقي وبقت مشكلة وتعبت وخلاص لازم همشي. وفجأة بصيت لقيت مدير تاني في ادارة تانية جاي بيقول لي يا محمود انا سمعت ان انت هتمشي. فقلت له اه. قال يا محمود انت ما تمشيش، انت شخصية ما تتفوتش، انا عايزك عندي في الادارة بتاعتي، انا عندي مكان فاضي ومحتاجك. ولقيت نفسي اشتغلت في مكان تاني جوه نفس الشركة بمرتب أعلى مع مدير أفضل ببوزيشن ومكانة أفضل. لقيت نفسي بقول لولا الكولدير ما كنتش اتنقلت المكان دوت، لولا البساطة والسماحة والسهولة ما كانش رجالي رزق أكتر، وما كنتش طلعت من المشكلة بسهولة أكتر. خليك سهل تمشي معاك الدنيا سهلة، خليك صعب تصعب عليك، سهلها تسهل، صعبها تصعب. المؤمن هين لين سهل، أكيد دوّن حيعيش ببسمة أمل. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.